وعلى آله وصحبه من ولد. لهي نبدأ أساساً بالولاية نطارق من الخطاب الملكي الأخير اللي جا واضح وجا صريح وما السياسة من مناطق الوجع في المنطقة ديالت الجنوبية، المناطق الجنوبية كاملها وبالخصوص جهة قليمين سمار. صاحب الجلالة أكد على أن هناك مجموعة من الأطراف استغلت مناصبها، استغلت السلطات، استغلت الأموال المتدفقة من التهريب والأموال المتدفقة من مصادر غير مشروعة، وبغات تسيطر على المنطقة وعلى المقدرات في إطار اللي هو انتهازي، في إطار اللي هو إقصائي لباقي الأطراف. وإشكالية الكبرى على أن هذا الانتهازيين حاولوا يمسوا قبيلة من بين أكبر، أو إلى قاع ما قلت أنها أكبر قبائل الصحراوية هي قبيلة تيتوسا، زجوا بها في صراعات هامشية مع ياسر من القبائل الثانية اللي اشتركت معها الدم واشتركت معها المحبة واشتركت معها الجورة. وما مخيم تيزمي ببعيد، قبيلة تيتوسا وقبائل تيتوسا كامل الناس تعرفها، ضحاوا جدودها، ضحاوا أبنائها، ولا هي ضحوا مليا أولادها وأحفادها بسبب وحدة هذه البلاد. استبشرنا خيرا بخطاب الملك السامي وقلنا عن الحمد لله ملكنا، الحمد لله راه ملك الشعب وعارفنا اش بغوا، وتم تطبيق الحمد لله ذاك الشيء. وكلنا يعرف على ان الجهويه الموسعه كانت هي مآلنا وحلمنا، وفعلا ابناء المنطقه بداوا على انهم كوادرها اللي هم ابناء عندهم استطاعات علميه، استطاعات ثقافيه، استطاعات اقتصاديه وماليه وبالمشاريع ديالهم. جاء محمد علي العظمي هون والكل يعرف ما هو كاع مشاهدته اهل قليمين ولا قبائل تيتوسا ولا القبائل الثانيه، كل شيء بانه انسان نزيه، انسان جاب اراده ملكيه باش يخدم المنطقه هون. وفعلا ما يقولوا عنه هو ولد الصحراء، والله ولد الصحراء راه ولد مناطق كامله، والدليل على انه اول منطقه قاسية منطقه تغاجيش، وتغاجيش رانا نجلسوهم ونشوفوهم كاملهم على انه فتح اوراش تنمويه اقتصاديه اجتماعيه بيئيه، واول والج المنطقه فتح الباب مع المجتمع المدني، وكاملنا رانا حضرنا في اللقاء مع المجتمع المدني بفرح، استقبل فيه الكبير والصغير والمراه والشيب وقبض عندهم الاغلفه وقبض عنهم وسول عن الناس كاملها. الا ان الطامه الكبرى على ان هذا البلد فيه مجموعه من جيوب الفساد، استغلت النزاع ديال الصحراء باش تستغنى وتعمر اقرابها منه، وباغيه انها تقيد في المياه العكره في هذا البلد، وحنا هذا ما الناس سامحين به. يتوسى يعرفها التاريخ منذ زمن على انها من اول القبائل اللي فدت السلاح باش تدافع عن هذه الامه، امتها العربيه والاسلاميه وامتها المغربيه كذلك. ومزالت ولا هي تعود ان شاء الله. وما لنا لهنا نسحب اطراف اللي هي شنو نقول لكم، هي حشرات واستسمع على هذا الكلام، انها باغيه تشوه سمعه هذه القبائل تيتوسا. ومحمد علي العظمي ليس فقط هو الشخص الوحيد، هناك مجموعه من الاشخاص اللي كنا نامل فيهم خيرا وتم فبركت لهم مجموعه من الملفات القانونيه اللي ما لنا باغيينها وما لنا راضيين بها. النقطة الثانية اللي نقول لها ركز عليها، على أن قبائل تيتوسا في هذه اللحظة اللي توجه التماس لصاحب الجلالة على أنه يحكم في هذا الأمر، وأنه يتدخل في هذا الأمر، وأن شبابنا راه مقصود، وأن قدراتنا مقصودة، وسمعتنا بين القبائل مقصودة. وفي الآخر اللي نقول على أننا ندعو شباب تيتوسا وشيب تيتوسا ورجال تيتوسا وعلاية تيتوسا وكل شيء طاقة تيتوسا أنهم توحدوا. هم قبيلة، ما هي قبيلة، هم قبائل لها تاريخ عريق، لها امتداد جغرافي، لها امتداد ثقافي، ولها امتداد سياسي. أمة واحدة، كلمة واحدة، والسلام عليكم ورحمة الله.